أول خبر معانا من قطاع الشركات الناشئة في السعودية، ريفايفل لاب بتقود جولة بقيمة 13.3 مليون دولار من خلال شراكة مع يونايتد الاستثمارية. أعلن مختبر الشركات الناشئة ريفايفل لاب عن توقيع الشراكة الاستثمارية مع شركة يونايتد، وهي شركة استثمارية في قطاع الأغذية والمشروبات، وده للتعاون في تنمية الابتكار في القطاع ده والدعم المباشر للرواد ورائدات الأعمال. يونايتد تأسست عام 2022 لبناء علامات تجارية تتناسب مع الفرص المطلوبة في السوق وتوسع نطاقها بشكل مدروس، وتسعى حاليا ان هي تستحوذ على اكثر من 30 علامه ناشئه جديده سريعه النمو في السعوديه. الشراكه بتهدف لتحفيز المشاريع في قطاع الاغذيه والمشروبات في المملكه العربيه السعوديه ودعم رواد ورائدات الاعمال في القطاع الحيوي ده، بالاضافه الى تعزيز التحول الملحوظ نحو المطابخ السحابيه.